لوكاد اعرفهم، اي واحد من برامج الواقع كذا. يا حيوان عارف والله ما سواها، والله اني ما سمعت. يلا الزبده، جوالي كان يستحي صوته خفيف. يوم جيت في الخط الصفر مع عامر ومع ايش اسمه فلاح بن فراج، كنت اشبك السماعه واسمع لحالي، لاني ادري اني اذا رفعت صوتهم معي يستحي ويقول ارتفع يا ابن الذين، انا بشاريك دم قلبي. كم 5000؟ انا شاري على عز 5000. ارتفع الله يرحم امك. اصحل اصحل، انت ايفون، ما انت ايش اسمه زبده. وانا اطلبهم قلت هات السماعه، يستحي جوالي معليش اعذروني. قال طيب اركب السماعه. ركبت السماعه، فكيت السماعه ما عاد في صوت، ما عاد في صوت، صدق راح الصوت، انقطع الصوت، صار كذا ارفع صوتي يقول لا، يطلع صوتي يقول لا. بس ما ادري، فهل احد يعرف الحل؟ تحت السماعات اللي تحت هذه اللي هنا بنت الذين ما عاد اشتغلت. دقيت لي على الرجال قال اسمع اقلب الجوال. قلت طيب، قلبته. قال جيب ابره صغيره. قلت رحت في خط صفر قاعد ادور في البر كذا ابره، لقيتها، لقيت الابره الصغيره، فتحتها كذا، لا ما فتحت، مسكتها. ثم جيت قال شوف تلقى 5 منافذ. قلت يا حبيبي بسرعة، 5 منافذ مو مسافر، بسرعة وين وين الإبرة؟ طيب قال شوف شوف آخر شيء اللي صار. قلتي آخر شيء اللي صار؟ قال لا دقة. قال طيب شوف اللي بجنبها. قلت اسلم اسلم اسلم. قال لا دقة انتبه. قال تشوف اللي في الوسط؟ قلتي. قال هذه؟ قلت طع. قال هذه لو تدقها بيخرب الجوال. قال هذه حقت منفذ الشاحن، حقت منفذ الشاحن وحقت النوم وحقت الاكل والشرب كذا، جاب حاجات واجد، حقت الواي فاي يخرب جوالك، يمكن احتمال تموت بعد 3 ايام اذا دقيت. حسيت اني خسرت مستقبلي. قلت له في ذمه. قال لا امزح. لوكاد انه خلاني ادق 3 كذا. قال ها زبط. قلت لا. قال اجل ودعنا كم يعني اشتري جوال جديد. طيب ليه تخليني اخربه كذا؟ قال لا. حسيت انه لازم، يمكن غبار ما ادري، حسيت. الله ياخذ. دقيقه، هذا ترك الدوسري. تخيلوا. الله ياخذ. خلاص ارسل 700 دعوه. خلاص. انا بس تقعد له. ارسل يلا ها ارسل عادي 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 كذا وقفت. يلا شو ارسل. يلا رافض. يلا رافض رافض. يلا يلا اقول جوالي خربان ما اقدر اسمع، يرسلوا لي كلهم. يلا عادي 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 ارسل. يلا رافض. يلا ما ورانا شيء، ما ورانا، انا نايم. يلا عندي كوب اصفر بعطيك رافض. يلا الله ارسل ارسل ارسل. ارسلت. يا الله رافض ثالث مره. يلا يلا عادي عادي، كيف حالكم؟ خلنا نسولف. يلا رافض ما ورانا شيء. يلا رافض. يلا رافض. يلا يلا ارسل ارسل عادي 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 عادي. يلا ارسل ارسل. يلا رافض. يلا يلا هو الظاهر الظاهر ابوه وامه يوم جابوه قالوا اسمع انت، حنا جبناك مو بعشان تصرف علينا وتكبر، لا جبناك عشان تدخل تزعجنا. انا عارف اللي كذا. يلا يلا رفض رفض. يلا 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 رفض رفض. يلا خلاص انا البث هذا اسمه بث رفض. هو نفسه يا سي. انا يلا رفض. حاط صوره ترك، اسمع، حاط صوره ترك الدوسري وكاتب ترك الدوسري. والله ما ترك الدوسري. يلا 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 رفض رفض رفض. يلا يلا رفض. وينه؟ مع درس مع درس. ها مع درس. ايه ما عاد ارسل. ايه ما ارسل ما ارسل. خلنا نكمل. لوكاد انها انقطع صوت الجوال.
ما عاد سمعت. أبي يصير مشربة. لا يلا. هذا اللي كاتب أبي يصير مشربة، هذه اللي حطها مشربة، تدرون ما تطرد، تطرد الدعم. تحذير. تحذير يا جماعة علي. الظاهر عشان الكوب. خلاص. ليه تحذير؟ ايش دعوة؟ ايش سويت؟ ما الله والله اني والله ما علي يخلق. دقيقة. أنا أعذبك. أنا آسف. والله ما قاعد أسمعكم. والله ما قاعد أسمعكم. دقيقة بس. نصاب. الله يرحم أمك. تشرفك. تشرفك يا بندر. أعطني دقيقتين بس. دقيقتين. تشرفك يا بندر. إيه بضيفك أصبر. يلا ضفتك يلا. يلا. يقول بضيفك. إذا أنت من تضايفني. كيف أرسلت 7,056,000 رسالة دعوة؟ جوي اكتب انجليزي انجليزي. هاي هواري واتس يور نيم. خلنا نتعلم. بعدي والله ماني فاضي لين حضر جوالي تكفون. خلني اعلمكم. خلاص هاي ترسلوا. شيروا البث يا جماعه. ايش دعوه شير 700؟ زمان كنتوا توصلون 5000 اول ما بث. حياكم الله. طالع 5000. اسمعوا يا جماعه، لو كاد اني اخرب الجوال وديته عند محل اتصالات قال اوه اشوف. لا قلت وش قال؟ احس انه خرب. قلت لا ما ابغى احساسك. احساسك وفره في جيبك، انا ما احتاج احساسك. خرب ولا لا؟ قال ما ادري، انا اخاف اقول لك. قلت والد عجل. ارحب يا حسن. قلت والد عجل، جوال خرب ولا ايش الوضع؟ قال والله اني ما ادري. قلت ما تدري ليه فاتح محل اتصالات؟ ليه؟ اذا انت ما تدري من اللي يدري؟ قال قلت الله ياخذ كات الجوال. قفل محل. قفل محل. مع السلامه. طلعت. رحت المحل بجنب علمني، قال جوال لازم تشوف ونتأكد، يمكن في مدري ايش. قال زبدة اني بشتري جوال جديد، يعني زبدة في الموضوع. خلني البس السماعة عشان نعرف نسولف مع الناس. بسم الله. 1 2 3 ادعو سعد. كلموا سعد وادعوه يا جماعة. كلموا سعد وادعوه. قول لسعد ينزل. تسمعنا؟ واحد كاتب تسمعنا. جو والله انك فنان، والله انك تفهم. قول نكتة. اوكي. مرة في واحد كان ماشي اكل مشمشة. يلا ها شحنت بابا لبك ابدك. سعلك أسعل. بسم الله. ليه ما اشتغل؟ بسم الله. الله وقال بوز العذاب كذا يشتغل هو ترى. الله ياخذك. مشتريها بدم قلبي. مشتريها من عند رأي النفس اللي قبل شيء يقول ما أحس جوالك هذا. لا تحس. في مشربين. ايه في مشربين. استاوى. شوف واحد مرسل سؤال درب كذا. هل يعقل ان مهند بن فردان متزوج ابوه انا امه؟ لا ماني ابوه ولا امه، يعني ما لي دخل. لا تدخلوني في عوائل العرب. ها هدا
اهدى مالي دخل، يتزوج ما يتزوج، يطلق ينفصل، بصرة بصرة والله مالي دخل. يا جماعة الخير لا حد يدخلنا في الأمور اللي عليها أمور، تكفون يعني ما توصل، ما توصل الأسئلة هذه. يعني إذا متزوج وش فائدتك؟ وش بيصير؟ علمني وش بتروح تسوي له زواج ثاني؟ لا، هو قد تزوج راح تعطيه فلوس يروح شهر عسل ثاني؟ لا، يعني ما لك دخل. ايش حياتك يا مسلم؟ ايش روح تسافر انت، روح تزوج انت، انت تزوج انت 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 ترك قول انا متزوج، لا خاني اروح اتزوج، روح تزوج، لا تناظر في العالم والله العظيم. في ناس حياته كذا، هو مو يناظر، ما يناظر في حياته، لا يناظر في حياة الناس كذا، يطالع في الناس. اوه هذاك تزوج، يا ها توظف، الله يا ها جاب عيال، وهو باقي هو لا 20 سنة جالس في نفس المكان. تحرك انت 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 انت، قم فلان وفلان يناظر في عمره، انت انت الخيال ارحب. ادعو سعد يا جماعة، قولوا له يرسل لي سعد. ثلاثة وثلاثين ناقة ما ادري، حسيت لازم اقول 33. والله احب اللهجة العراجية كذا، اهل العراج، اهل العراج على راجي، والله على راجي من فوج. ايوه ايوه دقيقة، ليه في ترون؟ اذا خلص قصدك اي بس الو بس وجهك اي مختفي. اوه سمعت، ارحب ارحب نايف، سعدت تسمعني؟ الو ايوه اسمعك. دقيقة تسمعني انت؟ دقيقة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. الو تسمعني؟ الله ياخذ من الضيقة. طيب يلا تسمعني؟ ما قاعد اسمعك. دقيقة ليش ليش حياتي مكركبة؟ يا رجع طب انا اطلع خلاص بخرج ولا عاد بجيك يا رجع. يا حبيبي لابس فنيله داخليه. دقيقه شفت واضحك تسمعني يا كذاب، كل سمعتني قاعد اتكلم. اسمع اللي فوق كاني ام، يعني تبي اسولف معك كذا؟ والله انا كذاب. تسمعني؟ تسمعني؟ ايه ارحب ارحب يا ابو ارحب ارحب. صوت 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 حركاتك وصوت الفنيله الداخليه ودروش زي كان. يلا حي علومك. الله يعافيك. كيف الحال؟ صراحه يعني لو انك رصتني سناب ولا كذا ولا حاجه يعني اطلع. انت في بيشه؟ ها انت في بيشه؟ لا انت وينك؟ انا ودي اجي. هلا هلا ايش تبغى؟ والله ودي اجي. ايش تجي ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ ودي اكل من ثلاث ايس كريمات يا اخي كذا. ما يا اخي شوف شوف ترى كذا تخسر علي. يقول لي اول شيء اذا جيتك بقول ما بسوي لك اعلان، اعلان بخشم الاعلان يا حبيبي. اسمع يا نايف، اول شيء اذا جيت بقول يا نايف صل على النبي، الوضع بيننا الشباب، وعشان ريك ما راح ترقد عندنا في البيت، بروح اسجل لك فندق الخبتي جناح، هذه ب 1400 معي. لا خلص ما عندك اخليك ترقد كذا واداهمك، اروح اجيبك طلي في الغداء. هذا ب 1005 يا اخي. ليه كذا خساره يا اخي؟ كنا ايباد. السلام السلام. ايه بعدين فين بتوديني؟ ايه بعدين طال عمرك السلام عليك معي، طال عمرك السياره وامشيك ودر واعلم انك من يوم تجي بيشه اني ما راح اخليك تتبع يا والله ما يحاسب الا طاق طاق طاق. اذا وقفنا عند محل شاهي كان نايف رفيدي يا ولد نادي تخلي الوضع عادي، بحاسب انا بريلي بعدين الرؤيه الجاريه.
وقتها خسرت يمكن 4000 ريال 5000 ريال ليه طيب خسارة هذه؟ بسوي لك اعلان لثلاث سكريمات انت تتكت مصام 5000 هذه مقابل الاعلان هذا صح؟ اي بالضبط. طيب اسمعني صار عندي ايش رايك كل جوله بحكم؟ تمام والله اي شيء تنفذه حكم حكم واحد؟ لا لا شوف والله اني داخل ما ادري هل عندي داعم ما عندي داعم والله اني حتى انا مثلك اقسم بايات الله اني ما عمري قد احلى ثلج احلى طيب يلا خلاص كبسوا يا جماعه الله الله كل جوله بحكم اوكي حكم واحد لا اعطيك ثلاث احكام تم 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 يلا موافقين 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 جماعه تكبيس تكبيس كبسوا 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 كم يا اخواني بالله عاد النظر يا نايف اوكي عرفت الحكم ما ضيق لا عندي حركه ذبه حلوه رد رد النظر دقيقه ما جيك تخليك يلا دقيقة خلني أعلمكم الحركة بما أن إحنا فاضين هو يبين يسوي كذا بعدين يسوي كذا بعدين يأخذه النظارة من عنده يلا يلا خلونا نعطي اسمه تكفون بالله أضحكوا يلا أعرف الحركة كنت أسويها زمان كنت أسويها زمان يوم يوم عاد الدنيا جماعة التكبيس أخو منيرة وين 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 خيال الأطراف وين الربع الطيبين الدبل 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 يا اخوان الدبل يا اخوان الدبل يا اخوان الدبل 140 اسمع ها ايه انا قلت لك النظاره كل شيء نزلها تحت خلاص يلا 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 نايف نايف ها بالله عاد النظاره تكفى اسلم 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 لبى قلبك يا شيخ كيف السحر ابو شكلك يا عبله بلا عبله الحين كم نلبس الاثنين ابو الضيقه دوري دوري هات هات النظاره هات سلام طب انا البسها سوا يلا 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 نزل النظاره تحت نزل بطل ايوه قول كذا كيف جل ما كان ضهر صح يا رجال الله يجمل لنا بسالته ولا موضوع ولا دبل دبل حي عينكم وصلنا الدبل يلا يا فناني فناني يلا ابدا جماعة العب جولة واحدة قليل والله اني اني ناقدنا على اخواني مرة على مكاسر المعنى من ودي اللي ارسل كوب قهوة شكرا يا امل الله يسعد يلا على الدبل على الدبل على الدبل يا اخوان يلا اعتبر نطلع نور سلام انه كنه ستاربكس ستاربكس مسوي كوب بريا كن ولا دان هذا هذا مو هذا مو كوب ستاربكس يلا يا جماعه يا سلامي والله عليك يا سلامي والله فناني فناني خطا يا نونا مرجيحيه ما شفت هذا راح ادبل راح ادبل فداء علومك يا سعد والله الحمد لله وينك يا نايف والله انت وني راجع ذا اليوم من الجنوب استغفر الله مو بدا اليوم امس ابها من ابها اسالك بالله اي نذر انا في ابها لي اربع ايام علي نذر اني راجع من ابها يا ولد انا في اني مشكله نار ابو شوف انت مدري ولا وش هي يا ولد انا ما اتابع سنابات هذه اقسم بايات الله يا نايف انا نفسك ترى ما اتابع سنابات احد حتى سنابات ما اتابع انا خايف ايش يعني اذا جاء احد مكان وانا فيه يا اخي يا خايف يحس بخوف انا لو كنت انا تابعت سنابات ولا اعطيتها وجه وني وني يا رجال ايش ايش حياتك اللي يقول ما يستشك الارضيين ما يستشك يا سعود الارضيين ولا الكهو يبقى في مقام عالي السلام الله يسد حلقه صح الله زانك اذكر الله صلى الله عليه وسلم صلي وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على محمد صلوا على النبي ما يستشك حسين ايه يا حسين خلاص طبعا انا بحط اسود حطه اسود على كيف جد من الحكم الاول يا نايف ها يس بيك الله ياخذ من الضيق اسلم تقطع السماعه اها الحكم الثاني اها اسلم الحكم الثاني شكرا الحكم الثاني يا نايف
ابغى ابو علي. نعم قلت نعم يعني لو اني بدالي كان سامحتني. الحكم الثاني يا نايف، اي شيء اقول لك تقول سعد. اعرف هذه اسلم. الحكم الثالث يطلع عمر السلامه، تاخذ الثلاجة هذه تكسر باب الجدار اللي وراك يا عشان بنت علي تكسر راسي. ما لي شغل يا ولد، عطنا الله اكبر سماعة وسعد وتكسر الثلاجة. في ذمة سماعة وصعد هذه يلا السماعة احتاجها والثلاجة. ثلاجة امي بتضربني. وسعد صعد بتقول من عمك صعد. طيب عادي ما فيها شيء. يلا علينا دور ما هو بعادي. طيب اقول ملك شجرة نملة. يلا لمدة 3 دقائق. ثلاثة؟ ايوه بس بس كيف تسمعني يا غبي؟ شوف امش معي بالاشارة. ابى اسمعك يلا. ابى اسويها وانا لابس الصناعة. تتشمت على نطقي. يلا يا ربي يا رب الكعبة. لا لا ما عليك بسويها وانا لابس السماعة. روح يلا. طب العب جولة. ثبت العب جولة ولا خلاص؟ يا من حكم لعل الله يحدث بعد ذلك امر. من حكم ها يلا. من حكم يلا يلا. كبسوا شجرة. كبسوا كبسوا كبسوا. نملة. تجلس على كرسي يا كذاب. ماني هذا الكرسي الثاني. يا الله. طيب يلا قبضتك صح. يلا في كرسي 30 لك انا بنت جاهز. يا الله الله ما يخلي سؤال بالله يسعدك. ابعد 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 الكرسي جواك. ايوه قرب شويه. ايوه نامله شجره. اجلس زين الناس. نامله عندي صابونه عندي فيها فيها خشونة. طيب قلت لك عاد تاخذ صابون وخذ تايد. يلا توصي شيء انا والله. لا لا نملة شجرة. نملة شجرة. نملة 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 كبسوا. نملة كبسوا. نملة عقب. ليش تكررها؟ قول شجرة اخلص. شجرة. نملة نملة. شجرة يعني اسويها وانا مروق. يلا نملة نملة نعم. خليك ترى الحكم ما يقهر. هو يقهر. ادبل يا اخوان. ادبل ادبل يا اخوان. ادبل ادبل فنانة هنونة. تستاهل صفقة. شجرة. نملة. شجرة. يا جماعة قدروا الوضع وقفلوا الدفن. شجرة. نملة. يا اخواني ترى في كفات. ادبل 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 ادبل. خلاص اعتقد كل وجه الله. اجلس. في قفاز في قفاز يا ام حق راح ادبل. ايوه ها يا فناني يا فناني يا فناني الدبل اللي يروح يا فناني قد روح. ام حق ليل راح الزين. الدبل اللي يروح فناني يستغلوه. يا سلام عليك. راح الزين يا على SPIA فنانة. وين خيال الأطراف؟ وين التكبيس؟ الله عليكم الله عليكم الله عليكم. حبيبي تورك اسمع. في شكرا يا في. ما عليكم ما عليكم. يجيب الله خير. يجيب الله مطر. يجيب الله مطر. يجيب الله مطر يا اخواني. انتم كبسوا ما عليكم بالدين. ايه بتزين بتزين. اسمع وينك عند الرياض؟ في الرياض. والله ودي اسافر يا سعد ان كان منك خوه. وين ودي اروح؟ ما مصر ولا جزر المالديف.
خويني وين؟ جزر مالديف. والله نقط من الفيريا وندزها. ابشر بساعدك، روح زد فوق ال 2000 2000. اي يسعد امك، لا بنقط من 5000 ريال. بس خوك توم ما يروح معنا. لا اكيد ما بيروح معنا، ازيد القطه على نفسي، غبي انا. ايوه اسمع اسمع، اظن هو ما يحب الظهور السفري، ويحب محلي انا اقعد في البيت. اسمع ها، ندز طعم مصعب، ناخذ الشنطه مكتوب بنا جزر مالديف بالانجليزي. ابو المحتوى اتمعي ونضحك ونستانس. شني ما احب طائرتك فيصل، في ذمتك. اي والله ليه؟ انا جزر مالديف رحت لها تدري كم قعدنا ساعه. لا تقول ليه بعدين تقوم تفصفض في جواب، احترم جوابي احترم. ايوه والله معلش. ليه ليه؟ والله زمان ركبت طياره بغت تطيح. لا لا اي والله بغطيح صدقي. لا تمثيل. متى كلام دي؟ متى؟ زمان زمان زمان، كان كان ابوي الله يسكن هالجنه بجنبي، جالس علي جالس على يميني، كنا مسافرين العائله كامله، انا عائلتي ما شاء الله عائله واجد عددنا. كان الجناح شوف الطائره ما بيجي، كراسي على اليمين وكراسي على اليسار. كان اللي على اليمين كلها احنا على عبد الرحمن ما شاء الله حاطين ستار. عرفت كان شايبي الله يرحمه الجنه، الله يسكن الجنه ويرحمه، كان جالس بجنبي. الوكاد انه جاه موقف، هو زمان يوم يسافر جاه موقف انه بغطيه عليه اطيح به الطياره، وكان خايف ولا كان يبي يوضح لي انه خايف. كان بجنبي هو يمسك يدي كذا والطيارة تهز، كان في مصرية الله يلعن الشيطان وطايح الطيارة، الطيار يقول اسكت يا الله يرحم امك، اسكت يا الله سكتوها الله ياخذها. تصايح صوت واحد من من الرياض الى ابها وهي تصايح، ومعها ورع، ورع هاي نطق ورع باقي رضيع نطق يا لهوي الله يلعن ابو الضيق. لكم طبت هوايه ما ادري. لا لا طياره فيها بلا. الوكاد انقلبت عروسكم. الوكاد اني يوم نزلت، يوم نزلنا عاد ابوي ماسك يدي كذا، يوم نزلنا يدي زرقاء من هنا نحيفه ضغط يدي الحلجة. ايش شبابك ما ماسك؟ خايف انا خايف، المصريه خايف والورع خايف. بكيت؟ لا ما بكيت، انا انتظر متى تطيح. انا دريت عرفت اللي جتني لحظه ادراك اللي مالت مالت كذي كركبت مالت انت عرف النظام. والله صدق يعني بغيتوا تنقلبوا الطيارة قبل ما نطير، قالوا الطيارة فيها خلل، حتى قاموا ناس قالوا ما عاد نبي نطير خلاص بنروح مع خط بيشه يمين ننزل عيا الطيار. قال لا عندي زهلوها. كيف يطيركم يقول فيها خلل؟ حمل ما ادري عنها، هي الشركة ذيك، الشركة ذيك على قد حالها. ألف دال. ايوه الف دا اللي ترك وكذا تلقى ورع من سده كذا طايح في الارض. يا واد اسمع اسمع طيب، يعني بس قاعد اللي تمشي المضيبه كذا معها شو اسمه ذا حق الجثث. اسمع اسمع كتفك كذا طال يوم تمشوا مطبات كذي تقول الطياره تقول كذا بيدنا قازوعي ايه علي حرام بغت تموتوا الجناع بغت تموتون بغت تموت الموتون كلهم. يا واد اما المالديف ما انصحت له طيارة، رحت لها انا قبل كل سنة انا والشباب وكذا. والله صدق تلك كم ساعة في ذمت كيف المالديف؟ 8 ساعات يا نايف، لكن انا ماخذ درجة اولى ب 4500 راقد ومرتاح. هي الضيقة لو تدفع 4500 تطيح الطيارة. طيب فلوس يا عيال الكلب. بس مستانس مستانس جدا يا اخي، ما اخذ درجه اولى ما حلمت ولا علمت الا قدني في جزر المالديف. ما ادري انا ركبت طياره انا في صرت في مطار باشنطن. في جزء باشنطن معروف ده. نعم والله خير خير، يقول خير الرجال ما قل ودل. خير الرجال ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. يا عقب يا جيمي رجال لما كلموني يورد عند ربعه يتقدم في الصوت. هذا 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 اللي قايله باشنطن.
طيب اسمع الحكم الاول. الحكم الاول يقول ما كلماني عند رمى الله يلعن زين. اسمع التدريب كذا كوب التير الغالي فلوسنا والرخيص. اسمع بعطيك حكم واحد. بعطيك حكم واحد. ايش رايك؟ بجيب زايد. انت معي؟ زايد بن شعبان؟ زايد زايد صابر عرفت السمك. ايه يقول يا حبيبي ميتي. انا ودي اخش عقود دولة اللي يقولوا الشيء يسمعونه. ايوه يا ولد يا ولد يا ولد واللي يغبوني هذول تدري من هم؟ دقيقة خلني اسقط عليهم. تعال تعال جوي انت شمات وانا كذا يا ولد اللي يغبوني اللي يصور يقول بالله قولها وغني معك يا يجيك ساعة ايوه لا كذا حاط النظر يقول لا وبعدين انا قابلت على الطبيعة ايش يسوي يسوي ايوه كذا كذا قبل ما يتصور انا قابلته قبل الشهرة قبل الشهرة إيه؟ قابلته هو فهد فارع مدري هلا يلا حيهم قال هلا هلا يا ابوي حياك الله كيف حالك؟ قلت بالله ابغاك تغني قال اكيد تبيني اغني يا حبيب صح؟ قلت لا اغني اي شيء قال لا صدقني اكيد قلت ما ابيها طيب عادي اغني قال لا لازم هم الناس ترى الناس يحبونها قلت الله زبده اني صورت رحمته غناها ليه؟ يا حبيب غناها كيف بعدين نظرت انا حذفتها حذفتها عرفت ايش؟ ليش عندك صوت جراند؟ وين ساكنة؟ في بيشة ولا وين؟ يا زايد كلنا زايد كلنا ندري انك حاط ميوت الا انت يا لا ماني حاط ميوت السبك لا طيب تنشب بالكلام طيب جعلها في ذمتي انك حاط ميوت الله الله ما عندي هذه ذمتي ماني حاط ميوت طيب لا كنت حاط ميوت لا تاخذها في ذمتك شوف انا عادي عادي انا عادي انك تحط ميوت عادي انك تطلع تقول ينقلع وتطلع لكن اللي تحت بامكانكم تكتبون حط ميوت ليه تكون كتمك لا ما يعقب يلا لا حول ولا قوه الا بالله يا زايد زايد كتمك الله يكتمكم نايف. يلا الشياطين الرجيمين نايف ها ما تقبلت لا لا والله والله يا نايف اقسم رب الكعبة يا هذا الرجال يا سب سبك يا أقسم بيات الله يا زايد والله الذي لا إله إلا هو أنا أحلف لك والله يا سب سبك يا هذا الرجال سباني يعطني سماعة أمسك لا الثاني سباني أنت سباني أنت اتفق لا أنا قحطاني ظلامك أنت من يوم دغمان لا تقول واد قال يا أخي زايد شو يحسون بالبنات والعالم اللي يجون عند زايد يقولون ما يدها غن غن بالله بس وين بعدين والله ما تستاهل ايش يقول 55 مليون مشاهد 57 شوف نايف بقول لك هو ايش قال ولا ما قال عشان شوف امبري في المدرسة والله انا قال حتى قابلته قبل الشهره قبل ما يشتري هو ايه. يقول قلت بالله غني بس وين شو يتكبر علي يقول بالله حط لي فلتر وشو هناك هناك كل يوم نايف حالك كل يوم ايش كل يوم يزيد حبه كل يوم اقول وين الله ايش اخبارك ها زايد ايوه والله ما توقعت انك موجود كيف حالك الحمد لله طيبين الله يعافيك ايش اخبارك انا مرتاح ايه مرتاح انت مرتاح الحمد لله مرتاح انا مرتاح اذا انت مرتاح انا مرتاح ها
عسى امورك طيبه ان شاء الله. مرتاح انا يا جعل دوم ان شاء الله يا ربي. انت مرتاح؟ آه الحمد لله انا ماشي مرتاح. انا مرتاح حتى اللي عندي يرتاحون اذا ارتحنا. بس الارتياح حقك شو وضع يعني شو نوعه؟ سعادتي انا مرتاح جدا. انت تحس براحتك؟ صلاتي راحتي. انا احس براحتي. تدري وش احس براحتي؟ وش هذا عمل لي قاعد اسوق له غبي. وش هو؟ اسمع احس براحتي. والله والله العظيم. يلا توصي شيء. مع السلامة. ها ها. يلا دز حبيبي روح. لا لا سولف سولف. يا حبيب ما يجي غيرنا. وينه ليه راح وخلاني حس في قلبي مع سنينه ولا أنا ما في أحد غير لب قلبه لب عينه لب كل كبده ويدينه. على كيفك على كيفك على كيفك. ما يجي وينه؟ ما يجي من شيلة كبول. بعدين كل اللي يشغلونه منهم عندهم ايبادات عرفت ولا ايبود. يا حبيب عمره ثلاث عمره ثلاث سنوات ما تعرف يعني حب. تشغلها كذا تبكي. ما سووا لها اندومي ولا ما ودوا لها. انا كنت معه يوم من الايام انفر في فاليووك. جاءت واحدة صغيرة كا يا تركوا تركوا تركوا. يوم جيت قدام قال يا حبيبي صوتها يجيب الهم. صغيرة عمرها ثلاث سنوات قالوا لها صوتك زين غني له خل يا جي ويلة بيت. الله يشغل أم الضيقة. خلاص لا لا والله اني امزح 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 امزح. والله اني احبه. ترى امزح يا جماعه ترى امزح. والله اني امزح ورب البيت امزح. ترى اني امزح يا جماعه. لا حد يشدها لا حد اوه. اسقط عليهم اسقط على جمهور الزوايد. هم اسمه زايد الزوايد. ما اسقط ترى امزح. احب زايد واقدره من قبل من قبل ما اشتهر وانا احب الادمي. متى تجي الكويت؟ والله ودي اسافر. صاير احب صاير ايش اسمه مسفراني. مسفراني اسمها الحين. الواحد اللي يحب يتكلم ويعرف يتكلم يسمونه مكلماني. لكن اللي يحب يسافر ويعرف وين يسافر يسمونه مسفران. مغنناني بلا بلا. اسمع اسمع بشغلكم شيء. في واحد كاتب نايف. قل لي اللي عندك. لا حد يدعيني ليه تدعوني؟ طيب انت قلت نايف وقريتها قلت هلا بعدين قلت سالفتك ما قريتها ابو الضيقه. قلت سالفتك على طول نايف. وين جاي في صالتكم جالس انا. اسمع اسمع. ما نمت لي ليلة شين حمس البعد يا شينه. شغل جد جدنا بزنس واحد كان كم كان 90 حلقة صح؟ زايد غناها غنى هذه 700 مرة. كان 90 حلقة غناها 700 مرة. كان في الحلقة الواحدة يغنيها 800 ألف مرة.
هم 102 هو غناها 700 يلا سوالها تسويق قبل الذين الناس راح يسمعونها يبون يشوفون ايش وضع هذا لا يكون فيها قصة لا يقول حكم برجع لهم برجع لهم دقيقة يا حلو اشتقنا والله اشتقنا اشتقنا يا حلو والله اشتقنا مجد السماء المطالق اشتقنا يا حلو والله طيب انا ما احب الحياه طيب شوف عواد والحياه ما تحبك الحياه انا ما احب الحياه بابا بابا كبدي كبدي بتنفطر بتطلع من محلها والله انت تطلع والله خلاص لا بابا لا بابا يا لساني اسكت تكفى يا رب اسكت يا رب اسكت يا رب ما اتكلم مو بلازم اتكلم يا لساني خذ بريك تكفى لا تحاكى خلاص كبدي صارت غلي وكبدي اللي لا عهل وقت جدا حابو أبو ضيقة خلاص ليه يصير واجد عادي صار عادي كذا أنا لا والله مو بعادي والله مو بعادي مرة مو بعادي تدرون شو أول شيء يشتغل في رأسي أول شيء أسمع هذا أول شيء يشتغل لا هذا اعلان معليش اعلان حقكم علي هذا ابث يا لا لا ليلى لا 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 مرحبا يا ضيفنا مرحبا ابث لا حد يشوف حياكم الله مرحبا بكم معليش والله لازم اذنك عادي تروح تعالج لكن ما يصلح اللي صار اذنك كلها يومين تعالج مبروك ليه مبروك ليه مبروك خلوني اعلمكم ايش يشتغل يشتغل ذا عقلي ما له دخل صح؟ اوكي حبيت اشغلها يعني ذكرتها قلت اشغلها بطريقه وش هالازعاج؟ معليش انا مزعج يعني
تبي تبي ولا سخن حبيبي، تبي حياك الله، ما تبي مع السلامة. نايف وشلون تقويمك؟ الحمد لله والله، شلونك أنت؟ طيب نايف متى ناوي تسافر الإمارات؟ تعال تعال أقول لكم شيء، تراني ناوي على سفرية، ناوي على سفرية والله. يا أخي تعال تعال، أنت اللي تدخل وتطلع، أنا قاعد أشوف أنت تروح هناك تتابع. أو دخلين قست دقيقة، خلني نشوف نايف، خلني نشوف سعد شو منزل. أثبت 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 يا مسلم، أقعد في بيت، أقعد أما عندي ولا عندي، أقعد أما كوب أصفر. الله فيصل أخوي إيش أسوي؟ شغل ليسا، لا ليش أشغل ليسا؟ تكبسوا تكبسوا يا جماعة. نايف شغل بي تي إس، لا 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 لا، يلا بي تي إس تعال تعال، انا اعرفكم انت وانت جمهور البي تي اس، بي تي اس اللي يشجع البي تي اس يكتب انا. ليه 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 تشجع ما عينت الـ BTS؟ ها وش مقصر فيه محمد عبده؟ وش مقصر فيه؟ من يوم ورع يغني، صار عمره الحين ما شاء الله باقي يغني، تروحين تشجعين الفلبين ليه؟ وش مقصر فيه خالد عبد الرحمن؟ خالد عبد الرحمن ليه؟ ليه أنتوا دائما تحبون تروحون بعيد؟ الناس أذواق، لا 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 تعالي، الناس أذواق إيش؟ الناس أذواق إيش؟ الناس أذواق، أحس أو شيء إنه لازم، لا مو بلازم، ولا تحسين ولا حد يحس، غلط يا بابا غلط. أنت بتكبر، أنا أدري تكبرين بعدين بتقولين أنا وش كنت أحس فيه؟ أنا ليه؟ إيش سويت؟ إيش الذنب اللي سويته يا ربي؟ بالله بالله اسمع 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 بالله اسمع، ها يلا يلا خلونا نصارح بعض. أنا على عيني وراسي والله أني أدري إن في من جماهيري يتابعون البي تي إس، أوكي على عيني وراسي أنتم، لكن البي تي إس ما ها Prime Day is here. لا لا حد يشتري من عندهم، لا حد إعلان، لا حد يشتري من عندهم. يلا سمعتوا بداية الأغنية؟ اسمعوا بداية الأغنية، اسمع هذه بداية أغنية، تخيل إنك ماسك خط فجأة بق 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 درن بق 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 درن، أبو الضيقة أبو الضيق، تخلي محمد عبدو وخالد عبد الرحمن وشيلات وفلاح المسردي ومحسن المطارد ولا تروح تسمين بق 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 درن ليه ليه اسمع اسمع ترى مو مسوين شيء كذا بس يعني ما تعبوا ما سووا تجي قاعدة عابدة ايه لا 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 سيد أمك
سد حلقك يلا يلا سد حلقك اسكت اصمت اسمو تجي تسمع يعني اني مروق لا ما حد مروق ما حد يروق كذا ما انت فاهمة كلمات ما انت فاهمة اداء ما انت فاهمة شيء ما ادري ليه لا 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 هذه مي بغني هذا واحد عنده بطنه يضيمة ما ادري ليه تبع شونغ هي تكتب فانز شونغ هي لا ويكتبون قصص تدرون انهم يكتبون قصص مرة انا كنت ماشية تتخيل ايه تكتبها قصص من قصص من ضرب الخيال تكتب كذا بعدين تكتب ماشي ويجي جيم هونغ ويطالع فيني ويقول سوي لي قلب الله يغذى الان ام الملطام اللي منها قال طع على الراس هنا كذا 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 شوف كذا كذا بس واحده كذا طع هذه تصحيش سنه قدام تصحيح مع الترقدين كذا طع هذول يبي لهم كذا كذا بس كذا بثلاث اصابع كذا صدقوني يصحصحون احس البث قاعد يعلق 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 صح وش ذا قاعد يعلق قاعد يعلق ولد ولد تسمعني افتح عينك نظر نظر بالله صح ينزل اوه بغى يطفى كله من شو كويس اني ركزت والله واحد بالضبط شاء الله يعني ركزوا بالله عليكم ركزوا بالله اللي يشجعون تي بي اس ما عليك شجعيهم والله شجعيهم متابعيهم انا ما اقول لا تابعيهم شجعيهم واسمعيهم لكن ما توصل اني تكتبين فانز مدري ما درى والله ما درى هو هناك في الصين مدري الفلبين عايش حياته وانت فانز وش مقصر فيه سيف الزعبي ها فيصل بن طلال شو مقصر فيه انه 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 وو غنى انجليزي بالعربي ليه وش مقصرين فيه الشباب تروح تشجعين فلبيني ما درى شو شي شا الله يسعد قلبكم قولوا امين يدك الغيث اذا الغيث هما يا زمان الوصل بالاندلس إننا مجد وعز إننا اللي يكتب صوتك حلو جلا في ذمتك يالله يالله ما عندي مني شاء الله ترى معلق عندي يا جماعة ما أدري شو السالفة الصبر يا عين لا تبكين الله كل بس الورود عاش وربع الورود عاش والله هلا والله سمعني لا خلاص انزل هذا كيف طلع
مو بهذا اللي يقول ها هو ولا لا؟ مو بهو اللي يقول طب اسمه احمد محسن تعبان نفسيا عايزين فيديو يفرحه من عين يلا احمد محسن يا احمد يا محسن ايش بقى نفس كدش إننا مجد وعز إننا إزعاج أما إزعاج صوتي مو واضح يا جماعة وش رأيكم نتكلم عن موضوع موضوع في بالي ودي اتكلم عنه شخص الله يستر علينا وعليه الله يستر علينا وعليه انا افكر اني ادخل النقد افكر اسوي لي قناه في اليوتيوب انقد فيها ناخذ العالم على الصدع شو رايكم في شخص اقول ولا لا في شخص الله يستر علينا عليه كان ماخذ لا خلاص خلوني استخير بدل عمره كنسل سالفه كنسل هو شخص عنده ايش اسمه هو اول شيء مو بساكن السعوديه الله ظاهرنا ساكن في لبنان أغاني مدري عرفتوا ولا لا سعودي ساكن في لبنان مدري في سوريا أغاني مدري اللي كان مع واحد صغير مع واحد صغير كذا تعبان هو ربي خلقه كذا من دون ذكر اسامي الشخص هذا جاب واحد صغير مريض بمرض والله يستر علينا لوك هذا الصغير ذا انا مو كنت من متابعين محبين احب سناباته وكذا لوك هذا الصغير ذا الله يرحمه يعني توفى صغير إذا الله يسكن هالجنة فقعد طاع الحساب ياخذ محتوى حتى هو متوفي قاعد يصور متوفي صوره في الكفن ما ادري ايش بعدين يصور وهو يبكي قالوا كاد ما علينا جاء بعدها فترة نزلت المشاهدات راح جاب واحد ثاني مريض نفس المرض جاب يا تعال انت وشو اتوقع انه حط يعني يقدمون عندك والله انا عندي ما شاء الله انا شهادتي ثانوي وتعبان بهذا المرض واقدر اطلع معك كيف تجيبوا سبير ادمي هذا كيف تجيب له سبير واحد ثاني نفسه ما يصلح جاب واحد ثاني رسبا ثاني مره نفسه الله يرحم بس ان هذا يتكلم مصري بعدين جاب يعني قاعد يصدم اهل الميت ذاك مات جاب واحد يشبه قال يلا خلنا نصوره ادخل عليهم نشوف ما شاء الله قاعدين يبكون الله تذكروا ولدهم الله ليه قاعد كذا ما يصلح والله اني احبك لكن ما يصلح تسوي كذا جاب سبير الادمي ما له سبير لو انك كفر عادي جيب سبير مفتاح جيب واحد ثاني ليه؟ طيب لو مات هذا بتجيب واحد ثالث نفسه توقع انا خلي او انت قبلناك خليك انتظار لين يموت هذا بعدين نجيب لا ما يصلح غلط طلع بدل فاقد
ما والله العظيم حبك على عيني الراس وحب محتواك لك موك لا حتى محتواك شوي يعني عليك 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 امور ما لها والله عليك امور ما هي بعدين جايب واحد صغير كيمري وكل شوي زوجة واحدة جايب واحدة يلا تعالي انت زوجت اليوم يلا خلاص روحي تعالي انت زوجت اليوم يلا زوجة غلط خليك معي ترى ما قاعد اسمعك سولف الحين اسمعك تفضل الله يزيد فضلك انت انت تبغيني اشم راسك ولا وش لا ابيك تحبه طالما تبغيني اسوي مزيكا طالب كيف الحال نايف لا كذا لازم لا لا مع بعض ايه صبر صبر خالد خالد صبر ليه تسوي الحركه محمد شوف بنت عادي لكن توصل لمرحلة ان لا بنت ولا ولد لا يعني زين انت خلتني معهم اطلع ما قاعد اسمعهم والله والله ما قاعد اسمعهم لازم البس سماعة الجوال ما في شحن زبدة خلينا نكمل نسولف عن ذول برجع برجع لهم بس خلوا الجوال يشحن اوكي خلي الجوال يشحن وبرجع حرفيا جاب واحد نفسه يا جماعه من اللي تابع في عنده يعني شوي عليه 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 لفتات عليه يعني حاجات ما يبجينا عليه ملاحظات واجد واجد كل يوم اشوف ملاحظه جديده كل يوم ملاحظه ما قاعد اسمعك ابى اشحن جوالي شوي وبجيك لا تطلع ابيك ابو ناصر نظام الشيبان عرفت اللي يدق عليه الو كيف حالك طيب يلا جب لنا مويه قفل على طول ما يقول مع السلامه لا ها وينك والله عند اخوياي طيب خلني اقول مع السلامه ودعتك الله انت بالنسك لا هو كذا اطلع ما يرد عليه ملاحظات والله كل يوم يجيب واحده جديده ليه حتى النشوان اللي يطلعون عنده ما ادري كيف هم تحس انهم سنة يقول يلا واحد اثنين ثلاثة يلا تكلموا يتكلمون وكذا حياتهم صامتة هم واقفين كذا ينتظرون يصور ما لاحظتوا الله يهديه الله هذا اللي اقدر اقول انا ما علي من محتوى النسوان الرجال بلا بلا ما علي بصرة لكن صدمني انه توفى هذاك الله يرحمه وبكى وبكينا والله يرحمه والله اني حزنت انا حزنت كذا بعدين ما تابعته خلاص كي طلبت الناس يوم يجي عوق باب شهر أطالع يا ولد هذا ما مات كيف أقلب سكب أرجع أرجع سكب 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 أرجع رحت أبحث في الموضوع كيف رجع هذا إيش توه مات كيف فجأة يوم تكلم صغير ذا تكلم طلع مصري طلع نفسه إيش بابش مصري بعدين هذاك اسمع الله ليه بلانا بعدين سموه عرفت جابوا المصري هذا وقالوا اوكي تعال انت اسمك كذا لا مو باسمه طيب جابوا اسم قريب من هذاك عشان الناس اللي ما درى ان هذاك مات خلاص تنساق عليه تغيرت لهجته ما عليه اي تصير اذا وصل عمره 40 يتغير كلامه لا مو بالك الله لا يبلعنا الله لا يبلعنا اي والله عشان ما يوقف محتوى يجيب كذا اللي يقول انا ادخل مع افلام ادخل مع افلام ما اقدر ادخل ايش حال الجوال
يلا كلها يومين ان شاء الله ودك قريب واحد جديد. نايف ايش صار على الغربه؟ الغربه باخذها محتوى بس انتظروا اعطوني يومين ثلاثه. اول شيء اضبط الجوال ولا ادق اشتري جوال جديد. عقبها نايف ايش تقرب لك امك؟ مثل ما تقرب لك امك. يلا كيف الرد؟ لعبتي ما في مشرفين الا في مشرفين. محمد بن ناصر قاعد يسوي نفس محتواك حق الغرب. بن ناصر والله صدق ايش دعوه؟ يا اخي اذا طلعت من ال اذا 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 جيت العب جوله كل اللي عندي يعني عادي. اذا طلعت من الجوله قمت اسولف اطالع كل بوهم كلهم ليفل 40 ليفل 50 ليفل داعمين يضحكون يرسل. طيب وقت الجوله وينك؟ ها وقت الجوله يختفون عرفت؟ هو اتوقع انه كذا. الله يضحك يضحك دخل جوله. راسي دبل دبل. ما اسمع لا 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 احسهم كذا. داعمين مرتبين نومهم لاحظت؟ احس الداعمين يا ولد بعضهم يعني احسه كذا كرمته مع ايباد كذا. ايباد يده يختار الاسد كذا بيده مو يختار الاصبع لا كذا اسد. يلا وارده ليه حاط سماعة في اذني؟ ما ادري من قال اني متوتر؟ لا مو تدرون بفجر شحني خمسة خليني بدخل معه. صاير ما ادخل جولات ابدا. اوه رفضني ايش دعوة؟ يلا شحني خمسة الله يبقيك نايم. حاول تسولف بسرعة لاني شحني خمسة. كيف حالك طيب؟ يعني انت تبغى تجمع فلوس كذا بسرعة وتطلع ولا وش؟ اي بالضبط. السماعة خربانة. زين نايف اللقمة فيها الا سلامتك. اسلام. يبي سلف. اسمع. يقطع. لا لا لا. رافقتك على 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 عز وما عزة. ولا عينت منك الا بياض الوجه. والخوة اللي تجمل. انت سمعت؟ بس ما اتفقنا اني انا خويك وقلاصك اصفر. الله يطول بعمرك. والله اني ما ادري شريته من موقع حقك. اسلم. اسمع انا ذا الحين عندي ضيق وانت راعي الضيق. الكل ضيق فرج. ابشر بسعدك وانا اخو منيره. السعد وجهك. الحين انا اكتب عنيات اخوياي إن كانك تعتبر نفسك خويي في العانية. أنا ماني أخوك. أنا ماني خويك. أنا أخوك. أجين. زلت. أجين. تقول والله. إن كانك تعتبر نفسك خويي. ها. في العانية. أنا ماني خويي. كان أخوك. حي والله للبناية. يلا نزل. أجين. تقول. تكفى يا ابو نجح شو اسمه. ادري زعلت لكن ما في مشكله. نجح شو رسالتك؟ بنجح بعض. يلا دقيقه خلي اعلان اندومي.
ادب العيال ادب العيال ادب. بسم الله. يلا 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 قول 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 يلا بسرعة عشان خمسة ما له داعي خربت. إن كانك 150 دبل دبل دبل. إن كانك والله العظيم لا أدخل الجوال في ذمك خذ رجع. هذا إن كانك تعتبر نفسك خويي فعانيتي أبغي تبي عانيتك الليل. ايه. أنا 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 ماني خويك أنا خوك. يلا على ذا على ذا المسخرة كلها يلا جيب عني الزمارة. يلا يلا بعطي ميوت عدبل عدبل عدبل. أنا حكي أبدا أسلم أسلم العنية عنية الغرفة. تعال 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 حبيبي الله يا الله الله يجعلني في اللي يسوون غرف. عدبل يا عيال عدبل عدبل على الدبل يا جماعة. إذا جيت أسولف تلقى ليفل 1000 يسولف معي كومنت. هاي يا شين هاي. أرحب يا أبو عابد أرحب أرحب بدمتي. جاني جاني انخفاض في الكلى. هذه عنية هذه عنية يا عبد الله ولا لا؟ يمكن يمكن بطران بكرة بكرة نسوي عنيات حق الغرفة. يلا كذا كذا النظام. ايوه تعال 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 ليش تسرق محتواي؟ اي محتوى اي محتوى لا العنية الليلة بتجيك خلاص. عبد الله سفران ما تسجل عنيته. هذه نسجلها ولا ما؟ عبد الله سفران العنية في الدبل كم طلعت؟ 4900 4000 4000 يعني كم 9800. هلا هلا السلام عليكم اخوي معك شرطة سرقة المحتوى. الو مرحبا هلا تفضل اخوي. ليش 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 تسرق محتواي؟ وش محتواك؟ الغرفه. ايش بها الغرفه؟ ها محتواي. متى انت متكلم في الموضوع؟ متكلم في الموضوع من قبل ما اعرفك. يعني وش انت من قبل ما تعرفني انت ترقد في الصاله؟ متكلم في الموضوع قبلك. متى يعني تقريبا قبلك بفتره يعني اسبوع. عطني يعني عطني تاريخ. والله اني صادق ليه يوم تسرق محتواي يا ابن الذين. وش محتواك؟ عطني انت متى تتكلم. انا مفضي لي غرفه ومكلم من امه محمد كلهم حتى بدا يعرفون. متى الكلام ذا يا الجيران يعرفون قاعدين يساعدوني. يلا ارسلوا لي. اسمع 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 نايف اسمع اسمع انت نظامك تدري وش نظامك؟ انت نظامك اني انا بصور اذن الخليج كامل ما عاد يصور اذن ولا يلا سرقة افكار. اذن ترى اذن انا ترى غرفة غرفة انا في السعودية وانت في قطر. ادري ان المحتوى عادي انك تصوره في قطر. لا لا حتى لو لا حتى لو انه عندك يا اخي انفذ بذراعك يا اخي اطلع بنفسك لا تنظر الى الغير ثم تطبق. الله يسهل يا عبد الله. الله يبقيك طول عمرك. حبيبي الله من زين افكارك والله انك تتعلم انا انا اتوقع يا جماعه محمد بن ناصر يجيب دفتر وقلم ويتابع سناباتي. اول شيء حنا صناع محتوى من قدام تعرف الاعلام اهجد. حنا اللي علمناك كلمه صناعه محتوى انت قبل ما تعرف الا الفرعين اهجد فهمت يعني حن قبلك في الاعلام فلا تتكلم لا تتكلم عن صناعة المحتوى. صناعة المحتوى هنا حبيبي. واحد حبيبي 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 علمه سامي الجعوني على محتوى وقاعد يقول سرقة محتوى. اسمع اللي علمه سامي الجعوني انت واشكالك. انا هنا من يعلمك. ليش صدقني صدقني
صدقني اعلمك واعلم سامي الجوني وسابع من اشكالكم واعلم الواقع وبدايه واعلم جميع قنوات البعبع واعلم ترك الدوتري براسه يلا يا شيخ انا نايف الريدي على صدام كل ابوكم يلا بقول لك شيء سرقات المكان انت ما تعرف تسولف عشان تصنع محتوى يا حبيبي اسمع سرقت المحتوى هذه انت متعلمها من جمهور الواقع اسمع 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 صناعه المحتوى سرقه المحتوى بعلم قام يعلق خلاص دز زمه يلا والله ما تروح عليك حكم دقيقه شاع الله العظيم يقول ايش يقول لي الرفيدي ما يعرف المحتوى حبيبي اذا انا ما اعرف المحتوى من اللي يعرف المحتوى زين ممكن اسالك سؤال يا نايف نايف الرفيدي عراب قنوات الواقع زين ممكن اسالك سؤال نايف الرفيدي السلطه العليا زين ممكن اسالك سؤال نايف الرفيدي المدير العام ممكن اسالك سؤال نايف الرفيدي الابداع طيب ممكن نايف الرفيدي المحتوى ممكن اسالك سؤال انا بادي في غرفتي الحين صار لي يمكن قريب الاسبوع انا متكلم عن الموضوع حلو بسلك انت تكلمت انت اليوم طيب انت تكلمت انت اليوم من اللي وصل لك الخبريه هذه انت قبل شيء تقول لي اعطني عانيات لا تقوم متعاين كذا لا 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 حبيبي لا 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 حبيبي اصبعك رجع على دخلها باذنك اصبعك انت انا ما اراك شيء لا دقيقه قام يهز دقيقه انا ما قاعد اسمع ترى وش قاعد يقول لا يكون يسب هذه واضح ان وراها سبه قويه ترى ما قاعد اسمع لان مضيقه عيب يا نايف اذا يا حبيبي تسمي نفسك حبيبي فانت سم نفسك انك لا تتاثر بكلام الجمهور حبيبي انا لا اتاثر من كلام لو انك ما تتاثر ما جيت هنا تدلي راسك عندي هنا سراقه محتوى اسمع اجد لا تقعد تنقل لك كلمتين من التكاد وتاتيني دونك تعدي سراقة محتوى انا هنا عين خير انت واشكالك قاعدين تدرسون ما يصير ياثرون عليك قروب الدعومي قروب الدعومي ما يصير لا جمهوري الغالي انا المعلم طلابي لا عاد تقول الكلام ذا تنقله انا المعلم هنا وانتم طلاب انت حتى ناطور مدرسه ما احطك انت ناطور ما احطك ناطور وش ذا ناطور حارس مدرسه وش في حارس المدرسه ايش في حارس المدرسه هذا انت حارس المدرسه يترجى هذا انت حارس المدرسه حارس المدرسه حارس المدرسه هو اللي ما دخل المدرسه هو تعلم حارس المدرسة هو اللي ما دخل المدرسة وتعلم مع الطلاب ما يسرق محتوى ايه جاي ماخذك كلمتين من التاج وجايني اتعدي عقب اسبوع ليه وينك من اسبوع ليه ما تكلمت ليه ما تكلمت انت ليه ما تكلمت هنا نايف الرفيدي حبيبي ايه لا هنا نايف الرفيدي يتبع كلام الجمهور لا تسقط على الضعوف وش في حارس المدرسة ايه عين خير وش في حارس المدرسة انا متكلم في الموضوع من اسبوع توك تتكلم عنه هذا الدليل أنا من شهر. هذا الدليل ان قلبك رهيف من قلبك شهر هش حياتي انا متكلم عن الموضوع من شهر لا تخليني اقبص خدودك بس علشان الجمهور عيب وش في الجمهور الجمهور يقودك على اخوانك يا حبيبي ما انت اخوي ولا عارفك ايوه انا في قطر وانا في السعوديه لا بيني وبينك صلة قرابة ولا اعرفك ولا تعرفني روح تسرق محتواي تو العالم انا متكلم عنه
في قبل شهر متكلم عن الموضوع، تجي انت تقلدني وتزعل؟ لا انا راضي انك تقلدني، لكن اكتب محمد بن ناصر ومعلمة هنا في الرهيدي عادي، وخذ راحتك. اذا ناقص محتوى انا اعلمك عادي، اسوي لك دورات تعليميه في المحتوى. حبيبي انت قنوات الواقع تخرج مثلك ومثل امثالك ما عندهم شيء. قناه الواقع مخرجتك انا بس، ما خرجت يقلدون لنا. الصاطي يقلدون الرفادي. تتعلمون وتقلدون انتم المقلدون. قناه الواقع طلعتك انت، هذا واحد. الشيء الثاني يا حبيبي انت فارغ، اسمع انت فارغ. الشيء الثاني انت فارغ محمد بن ناصر يعرف المحتوى، أنت يعرف المحتوى، عارف تدرس في المدرسه. فارغ وفاقر يا فقره يا فارغ. بقول لك شغل محمد بن ناصر يعرف المحتوى، عارف تدرس في المدرسه. انت من الاول يوم محمد بن ناصر يعرف المحتوى، انت ما تعرف اسمك. انا ما اعرف اسمي. ايش في اسمي؟ ايش قصدك اي واحد اسمه نايف مو ما يعرف محتوى؟ تراني ما احب المزح بالرزح يا حبيبي، امزح وارزح ولا اراك شيء. رح شوف الكوب، ترى الكوب كبير بس يدها اكبر. ادري يا ابو ناصر، اسمع عاد بعيدا عن الكلام ذا كله. لا قول اني اتبع كلام الجمهور. اسمع لا 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 اسمع. والله انك لو تسرق، والله العظيم انك تعقب، والله العظيم انك تعقب يا العاب. اقول لك اسمع. انا اقول لك ليه انضغطت يا ابو ناصر؟ انضغط جعل فداك، جعل يا فداك المحتوى وكبدي. لا سوالف دي انا والله ان كبدي تفداك كل محتوى يفداك. رح لا 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 رح تدري ابى كنسل الغرفه. رح مالك فضل. شفت انت هذا كله؟ تخيل ابو ناصر اني شفت انت هذا كله مالك فضل تدري. انا عارف يا نايف، انا عارف نظامك. شفت انت النظام هذا؟ هذا النظام الحابي ما ياتي من تحت المنبطح. لو تستلعن على السعودية كلها محمد بن ناصر، لا أنت ولا عشرة من أشكالك يستلعن عليه. يا من يتكلم تسكت، ها؟ أنا قاعد أقول كلام. أيوة أدب كذا، أنت مؤدب كذا. أنا أقدر إني أسولف معك. يأثرون عليك الفراشات حياتي. وش فيهم الفراشات؟ الفراشات اللي في الجو. ليش تحسست من طار الفراشات؟ ليش يوم سمعت انطار الفراشات تحسست؟ انا اقصد الفراشات اللي في الجو. تحسست ايش فيك حبيبي؟ طيب تبي صدق ابو ناصر؟ والله ان كبدي فداك والمحتوى بتاعك. لا 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 لا، المحتوى مالك فضل ولا لك منه. لا والله اني اعلمك. لا عادي عادي عادي، احنا اخوان نعلم بعض. لا 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 سلامتك. لا ليش زعلت؟ ترى محتوى عادي. انا بقول لك التمرير هذا ما يمشي علي. انت ما سمعت فلاح بن مراج يوم يقول كانك تبي الشهرة هذه عليها الكلام تعب على الطيب لا تتعب على المحتوى؟ لا 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 عادي. بقول لك شيء. انت بعيد عن المحتوى. التمرير هذا طيب. التمرير هذا ما يمشي علي. ترك طيب راس بعيدا عن الطيب. ما احتاج شهادتك. التمرير هذا ما يمشي علي. شفت انت التمرير؟ انا عارف حبيبي التمرير. التمرير في عند 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 النوادي، عند الهلال التمرير. لا عند النوايف. ايش فيك انضغط؟ ايش فيهم النوايف؟ ايش فيهم جمهوري؟ شيم التمرير شيم النوايب شيم النوايب سالفة انك انت كذا تمرر ما في حبيبي يعني ما في اساسا اسمع ما في اساسا كوبري عندي يوقف كوبري ولا اراك شيء كوبري عندي يوقف التمرير هذا ما يمشي يا حبيبي يا محتوى يفداك وكبدي يفداك ما في زام اهدى لا 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 اسمع اغلط علي بعلمك حاجه اغلط علي بس لا تغلط على النوايف وايف ايوه انا من اليوم قاعد اخطي عليك انت ما اخطيت على شيل تصميم ثاني ها؟ ترى يا نايف بقول لك شيء ترى يا نايف
الكلام اللي أنت تسمعه. أسلم والله أنك صدقت. صح والله والله. شوف أبو أبو ناصر أبو ناصر أبو ناصر شوف هي ما توصل حنا نمزح. مورك طيب. أبو ناصر أبو ناصر نبيك جعلها في ذمتي إلين أموت إني أحبك. كلنا نحبك وأنت تدري إن إحنا نحبك. ها؟ أقول كلنا نحبك وأنت تدري إن إحنا نحبك. غصبا عنك غصبا عنك تحبني لأني صاحب محتوى لأني معلمك ومدرسك في المحتوى. هذا من البر للمعلم. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. زين زين بقول لك شيء. تدري أن جو أن سنابك ممكن إن انهض 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 يا أبو يا أبو ناصر. هنا النهضة هنا النهضة. بقول لك شيء. تدري أن سنابك ممكن أنه يتخرب في يوم من الأيام. لبيه. تدري أن سنابك ممكن أنه يتخرب في يوم من الأيام. سنابي. إيه قول ليش. ليش؟ لأن المحتوى اللي أنت تتكلم عنه محمد بن ناصر أكبر من سنابك فبيخبط سنابك. أنت أكبر من سنابي. يبغي لك يوتيوب علشان. أنت أكبر من سنابي. أنا أكبر منك. أنت يدك الحالة أكبر من سنابي. الحكم. آه. الحكم الأول. ها؟ الحكم الأول. أسلم. تتروش قدام الكام نظرة الحقد هذه ما تجي علي يا ابو ناصر. افا تتروش قدام الكام. بيني وبينك جولة بس. الحكم الثاني تشق ثوبك. تشق ثوبي. ايه. الحكم الثالث ها تقعد في الزاوية وتقول تبي علمك احكام برضه غير المحتوى عادي. لا تروح في الزاوية وتقول 25 مرة لن أسمع كلام الجمهور. 25 مرة لن تسمع كلام الجمهور. لا أنت تتكلم عن نفسك يا أخي. ترى شيء جميل أنك تسمع كلام الجمهور ويسمع كلامك عادي. أنا أبغيك تقول كذا كيف. لا لا كل شيء كل شيء عندي. شوف أغلط عليه. يلا روح هناك وقل لن أسمع كلام الجمهور. وش في الجمهور؟ وش في الجمهور؟ يا أخي هذا حكم عندي كيفي. طيب اسمع. ما أبغي ما أبغى أسمع. خلاص 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 تم تم. ليش؟ وش أنت 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 كذا لن تسمع كلامي حتى أنا مو بالجمهور. تفضل أبو ناصر. أنت زعلان مني صدق؟ لا لا والله ما أمزح. والله أني أمزح نذر. والله العظيم إن أنه عادي. ادري انه عادي لاني معلمك في الاول والاخير. طيب يلا نفذ الحكم. ها نفذ. اقول 15 مره بس. 25 مره لن ارحب يا اس 15 511 بس بشرط. ها ما تملي علي انا فايز عليك. تاكل شحمه وتروح تقول وش شحمه. العب العب جول. لا ما بلعب. ما ابغى. ليه جاك دا والله نزعل والله نزعل والله نزعل. نفذ عقب نلعب. زعلت انت نفذ الحين انا ما زعلت. طيب اذا من زعلان اقبل دا. اوكي أقبل. اوكي انت مسوي شيء يزعل. اذا من زعلان اقبل جو. لا صبر لا لا صبر صبر. هل انت مسوي شيء يزعل؟ لا اذا شوف شوف انا بقول لك انت تسألني زعلان ولا لا صح. انت تسألني زعلان. ها انت تسألني زعلان. لا ما انا ماني اسالك. انا اقول لك اذا انت زعلان اقبل. لا تقبل جوله. واذا مو زعلان اقبل جوله. لا لا ما له خص. خلاص يلا خلنا نختبر هل تقبل جوله او لا. لا 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 صبر. لا 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 يلا ارسل جوله خلنا نشوف. واحد لا 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 ما راح ما راح ما راح ما راح ما في. نفذ زين. واذا انت تقول لي انت زعلان بقول لك هل انت مسوي شيء يزعل وانت جاوبني. لا ما سويت شيء يزعل.
ما دام خلاص اهم شيء ارضاء النفس، اهم شيء نفسك راضيه. عقب علي ابو ناص خلاص نفذ عقب والله يا ابو ناصر ان علي الطلاق نذر بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن كل شيء، صح اني اعلم كل الاعلام ولكن والله اني احبك. الله يحبك يعني. والله ان خاطرك غالي والله اني احب ارفع ضغط. لا والله لا والله، شوف انا بقول لك شيء نايف اسلم. صح صح انا شوف اتفق معك النقطه الاخيره، انا متفق معك مليون بالمئة، لكن ترى في الاول والاخير هو مزح، لكن اشي اشي اسمع 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 اسمع، اذا انا غلطان انا اسف، اذا انا غلطان انا اسف، اذا انا غلطان انا اسف يا ابن ناصر. شوف قاعد يقرا قاعد يسمع كلام الجمهور، قاعد يسمع كلام الجمهور، عينه نزلت عند الكلام. شوفوا ابعد وجهه قاعد يقرا من كذا، يسوي كذا ويقرا، عارف هذه بتنفذ؟ ها ابشر بتنفذ. ايش اقول انا ما اسمع كلام الجمهور؟ ايه تمام خلاص. 15 مره 25 مره 25 خلاص اقبل الجواب. لا ليه ليه نتنفذ؟ عشان نرمم الغره. يلا ننفذ بعدين ندخل جوله. يلا ناظر تكفى لا تزعل. مالم زعلان يا مسلم؟ قول والله شوف والله لو تزعل اني لا اجيك القطر والله والله ما اني بزعلان، بس اقبل سوالف الاستعطاف ذي ما تمشي عندي. سوالف ايش؟ الاستعطاف الاستعطاف الاستعطاف. اه اوكي يمكن ما سمعت انت عدل. يلا انا ما لا 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 في الزاويه في الزاويه هناك وانت واقف وتقول أنا لن أسمع كلام الجمهور. الحكم الأول تشق ثوبك ولا تسبح قدام الكام؟ آه والله إنك شادها يا أبو ناصر. ليه شادها؟ كل هذا ما زعلت. ليه شادها؟ إذا زعلت إيش بتقول؟ لا 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 ليه 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 شادها؟ أنا ماني زعلان شق ثوبك. لا عادي الأمر بسيط. وما يصير انك انت تكتمني وانا اتكلم. تدري انه حرام انك تشق الثوب؟ حتى والله. حرام حتى حرام انك تسمع كلام الجمهور في اخوياك. ها؟ حرام انك تسمع كلام الجمهور في اخوياك. استغفر الله مو بحرام. هد 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 والله مو بحرام يا ابو ناصر. يلا نفذ الحكم. وش التصيدة حرمة اسمع انا ادري انك انا ادري ان في سب قوي لك مني لا قفلت ادق عليك وتسبني. لا 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 ما يحتاج. شوف شيء بيطلع للاعلام شيء بيطلع للاعلام ترى المكالمة تحت الإعلام تراها ما تنفع. ليش؟ لأن مثل كما لا لا بقولك نايف 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 بقولك هذا تجيش هذا تجيش لا 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 هذا تجيش وأنت تدري إنه تجيش. التجيش هذا لا ينفع لا معي ولا معك ولا مع عامر ولا مع أي أحد. إيه صح أضربني في الزف وبوسني في اللف عارف هذه. ايش دعوة يا ابو ناصر؟ رجع للمحتوى فداك علي نذر اني امزح. لا لا تقول رجع للمحتوى فداك. لا لا انا اقول لك التمرين لا 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 ما اقول لك التمرين هذا ما يمشي. طيب اسمع التمرين هذا ما يزعل. يلا المحتوى كلب يلا. لا التمرير هذا انت الكلب. التمرير هذا ما يمشي. لا تقول لا تقول الكلام ذا وعقب تحطها مزحة مرزحة. لا والله ما علي الطراق ان اخر واحد يرزح انه نايف. ها خلاص ها نفذ وكان بها. ما يصير طيب احبك
وانا بعد احبك بس ما يصير الكلام غصبا عنك تحبني لاني معلق. لا خلاص خلاص لا والله اني اقولها هنا وانا خلاص خلاص خلاص. طيب اذا قلت خلاص خلاص انا لا اسمع كلام الجمهور. لن اسمع كلام الجمهور. انا ما اسمع صوتك حتى انت يعني ما اسمع كلام الجمهور ولا اسمع صوتك. انا جوالي خربان. قل لن اسمع مو هو انا لا اسمع. جوالي خربان ما اسمع صدق. قل لن يعني مستقبلا ما راح تسمع. لن ايه مستقبلا ما راح تسمع. لن اوكي ايه. انا لن اسمع كلام الجمهور. 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 تلكع في الاحكام انا ما ابغى. انا شي زعل شي زعل ده ايش دعوه محمد حساس. ممكن تراكمات خلنا نشوف. عرفت بس الله والله اني نفذت. شو تبون تضحكون ضحك. كنت ناوي ادخل عنده عن طريق شخص ثاني لكنهم بدوا جوله. يا لبك ابدع علي الحرام. والله اني احب الادمي ذا يا جماعه. والله ان من قبل شو مره اني من محبي الادمي واطلق ما عندي اني ارفع ضغطه. احسن شيء عندي اني ارفع ضغطه بالنص. قاعد يرفض. كلهم يرفضون. كان باخذه بحته ولكن فدا. خلنا نشوف لنا واحد ثاني. بصرة علومكم يا جماعة طيبين. أقول أجي على صدق. عليكم مرة عندي أدواء عندي وأنا ظلم دائم البادي. جعل عشان قلت عشان
ما نسميها سرقة، نسميها استعانة بصدق. شو رأيكم في سفرية الجنوب يا جماعة؟ هي ذمتكم كيف؟ قفل البث، قفل. تبون أدق عليه؟ أرحبوا يا قطر. تبون أدق عليه؟ تبون أدق عليه؟ ها؟ خلني بدق عليه. سجلوا عندي وأنا أخو منيح. اليوم مات وأنا من دوار. حسب يزعل كثير. لا ترى يا جماعة شوفوا محمد بن ناصر متعود علي أنا أرفع ضغطه دائم لدرجة أنه يكرهني يوم ويحبني يوم. خلني أدخل سنابي. أرحب يا أبو عبد الرحمن. مرحبا. رحبوا رحبوا أخوي مبارك بسرعة. دق تحية. قول لهم وش حالكم؟ ايش حالكم؟ عساكم بخير؟ أجرين. شوف كلنا راح نكون ساعة. هم مستعدين ادق عليه؟ مستعدين ادق عليه؟ تدرون ان يوم من الايام رفعت ضغطه وصلت معها لدرجه انه حضرني في التيك توك زمان والله انه حضرني في التيك توك والله. شوفون الصوره ذي. علق عليه اسمع ايش يقول. يا ابوي روح كنك فنان قبي يا الله. كنك فنان قبي مرسله زمان. هو لي كنا زعلان عشاني ما رديت. قبي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رد. ابو ناصر ادري انك تتابع، ادري انك داخل بحساب ثاني. رد تكفى يا ابو ناصر. بدق لين يرد. نجح محتوى اخويك ابو ناصر. رد بس لا ترضى عادي، بس رد لا ترضى حقك. لا ازعل زعل. صدق يبيلك تحلق. اهدى مو زوجتي انت، اسمها محمد. قولي بلك تحلق. هلا نايف. هلا والله. شخبارك؟ الحمد لله. اهلا نايف، اهلا امك. وانت اسلم. وانا زين. انت كيف؟ انت اكل من الهوملس. نايف جيبك خوي. كيف كذا اثنين احمد العصيمي؟ اوه متى فكيت الغثره؟ وين ما في شبه؟ وين الشبه؟ راح احسب 1K صح؟ 1K ولداء بلاش مطعم اخي. اسم مطعم عبد الله الرضا راح يطلب منه. نايف اعطني دقيقه بجيكم اوكي؟
اللي يقول كيف تسمع السماعة اللي فوق هذه، تعال بغيت أجيب العيد، هذه السماعة أسمع منها بس هذه مرة ما تشتغل، فهمتوا؟ مزح مزح يا جماعة، مو بهوشة، أهدى أهدى. عبد الله تشوفني قبل شيء خسران، تخليني تعال يا ولد، في واحد جتني سأل على الكود، يعني في واحد بيهكر حسابي. علمك أحمد جماعة، تكبيس تكبيس تكبسوا بسرعة يا ولد، انقذني. ها ما أدري، ما دخلت الكود أنا، تحتاجه؟ ما أعرف إلا أنت. أوف علمك هذا أنه مرد يا أخي عبد الله، ليه حق مطعمك خايس يا أخي، كيف أنا رجال حر دخلت مطعمك شفته خايس؟ تكبيس يا جماعة، إيش دعوة قضية حر، حريتي ببلد الديمقراطية هن. نايف على الصدام، وين التكبيس يا الربع؟ وين خيال الأطراف؟ نايف يا فارس لبيه، وش المرحلة اللي خلتك توصل تصور نفسك كذا بالاثنين؟ وش المرحلة اللي خلتك تصور نفسك؟ أصور نفسي؟ انت مطعك يا مي غبي، انت ارسل لي كلاود مرسلهم يا حرامي، ارفع ايدك والله العالم شرط. ادرف ادرف ادرف، وين من كيف ما ادري شيء، خاص على سناب ولا تيك توك بلاك، وترتني الف لا توري احد الكود، وري قبل شيء طلعت الكود يا ولد، اكون شافه يا جتني ساعه الكود انه واحد يطلب رقم مخترق. تقول تقول توام يا احمد؟ ايه مش قومهم، ليش تصور نفسك مريض انت؟ كيف اصور نفسي؟ انت تصور شلون تسافر مع اخوك ونفسك؟ اوه عرفت 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 جوك، دقيقه دقيقه عرفت جوك، عرفت اعرف اعرف النظره ذي، اعرفها جدا جدا جدا. اسلم اسلم يا من شاهدا لا يخشى اللحن. ايه خليته يركض ويركض حكم كنت المعنى أسرع الزمن يا شيخ قنا، ترى مو بهين، أنا حزين، أنا أحزن منك. لا تقاهط، لا تعطي وضعيت، إيش فيك تصور نفسك؟ أنت قاعد تصور نفسك بعدين تسجل بالفويس بعدين تسوي حركة بعدين تجيب واحد ثاني بعدين يتشقلب كذا ويصير. لا لا تشغل مخك، أنت عندك أخو توام، أدبل أنت عندك أخو توام؟ ها؟ أنت عندك أخو توام تبي تشوفه؟ إيه ها؟ إيه ابشر بسعادتك احمد يقوم اعطيه هنا، وين تبي اجيبه؟ ايه ترى ما بعد جبته ولا يلا يلا جيب ادبل ادبل ادبل. لا لا والله المطعم عبد الله بقمو يا عيال في السواق درين، والله نازل المطعم عليك براق براق يا رب يا رب ادبل ادبل شباب انت ترى عنده مستوى، ما عنده ولا داري شكله هالست شباب كذا اقدر اسمعك. اوه كنن يا رب نسرد بده يروح فاضي. هاي نايل استديو استديو يا شيخ استديو يا صقره يا يا صقره الصقر ريدين، والله كفو لا خلاص زعلت عليك. ما عليكم ما عليكم، كبسوا كبسوا بزين هلا حي والله هذا العيب يا سكيو بجين بجين يجيب الله مطر. يجيب الله مطر حي والله يا سكيو يا ولد، السكيو موجود عليه حرام ما تاخذ جوله طاهين ابكاري شيخه المشيخ. ليش إذا فزت على العيال وسكوري تعدى يقربون عزة أضم الله أجرك، خلاص بيموتون عادي خصوصاً حتى القسم. تكلمني أنت؟ إيه أكلم أمي أنا. وش تبي؟ وش تبي؟ نايف شير الدعمين لا هو بتروح أبها أنت؟ شيرهم ليه؟ قد رحت وجيت ولما العدى ولا ألم صدق؟ رحت وعودت والله ما انت برايح ثاني مره؟ لا احسن ليه بس بي بي 18 حساب ثاني دراع احمد دينا بي السالفه
بيبي تجي سيارة الكويت أبشر بالسعد يا ونكي. عندي 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 محلات أضبطك فيها، بس علمني متى أي تاريخ تجي. يا الله يجحفل 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 يجحفل. عم كم ساعة مخدة حاطة بحضنك 24 ساعة تقع. اسمع محمد. محمد أحمد. أنا ناي. عندي حصانة ها. شي شي شي. متأكد إنه ما عندك، لكن أحلف بالله أنا عندي حصانة. خلاص خلاص خذها خذها حصانة. لا 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 ما بخذها أبيك تنفذ. دقائق عندي موضوع برجع لك. دقائق موضوع ما جاء الحين وني فزت. والله دقائق احمد بقى خلاص حكمنا بعدين اوكي تمام. هو لا يكون ازعل بدي اشوف شو علمه الله راح يسوي كرك. طيب اسمعوا ابى اقفل انا يا جماعه بشوف شو وضع الرجال وبقول لكم. صلوا على النبي صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم على محمد استاذنكم.